حللتم اهلا نزلتم سهلا، اهلا وسهلا بكم في عاصمه اوراس النمامش الشريه. نرحب بكم ايما ترحيب ونشكركم لتشريفنا بزيارتكم، فلكم فضل السبق انكم اول رئيس حزب يترجل بيننا. فبكل عفويه نخاطبكم ان وطننا فوق اي اعتبار، واننا لن نحيد عن النهج الذي سطره شهداؤنا بدمائهم ومضى فيه مجاهدون بتبصرهم وحكمتهم، فسنبقى حصن الوطن المتين كما قال الرئيس الراحل هواري بومدين. نطمح لبناء دولة لا تزول بزوال الرجال، فنحن شباب مدينة الشريعة نطمح إلى غد أفضل يرقى إلى مستوى تطلعاتنا، فلقد انتظرنا كثيرا سعيا منا إلى أن نمر من طموحنا المنشود إلى المنجز. فإننا ومن خلالكم نخاطب السيد رئيس الجمهورية السيد المترشح الحر عبد المجيد تبون أن شباب مدينة الشريعة وطني حد النخاع ومحب لوطنه. يقول لكم عمي تبون: هذه يدي فامدد يداك، فامدد يداك لنا بكل خير. نتمنى أن تكون التفاتة جادة لشباب المنطقة كعربون وفاء ومحبة بين شباب ورئيسه. عاشت الجزائر حرة مستقلة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم. السلام ورحمة الله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.